نحن أمام حكومة إسرائيلية تتراوح نسب الضم التي ترمي إليها لأراضينا في الضفة بين 40 و70%. يعني أمام هكذا تطورات متسارعة كان لابد من عقد هذا الاجتماع. كيف عذرا على المقاطعة أستاذات، كيف لهذه التطورات إذا كانت من الجانب الإسرائيلي أو حتى التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار التصاعد العدوان انعكس على جدول الأعمال وأيضا انعكس على الإرادة الحقيقية لدى الفصائل المختلفة لوجود فارق هذه المرة في هذه الاجتماعات للفصائل؟ الوضع الجاري الآن ميدانيا يعني كما أشرت قبل قليل يملي علينا كفلسطينيين توحيد الجهد، حشد القوى بشكل مشترك، توحيد الصف، لأنه كما هو معروف هنالك خلافات فلسطينية في بعض الأحيان بلغت درجة الانقسام المؤسسي والسياسي فيما بيننا لسوء الحظ. ما نرمي إليه من خلال هذا الاجتماع هو الانطلاق من التطورات السياسية والميدانية الجارية على قدم وساق على يد الحكومة الإسرائيلية، انطلاق من هذا لتوجيه نداء إلى جميع القوى لكي تحوحد قواها. وهذا الأمر ممكن، الأمر ممكن من خلال يعني استعادة عدد من يعني النقاط التي سبق الإجماع عليها والتي تتمثل أولا بالتأكيد على ما تمثل منظمة التحرير بمعنى وحدانية تمثيل للشعب الفلسطيني من خلال منظمة ومؤسساتها التي تجدد باستمرار تأكيدها على التزامها بقرارات الشرعية الدولية التي من شأنها أن يعني تضمن تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا.